نحن عم نشوف الاحتياجات الاساسيه اللي بدهم هالمدارس مشان عوده الطلاب، والطبع نحن اللي فاجانا الاعداد كبيره للطلاب يوميا، في اعداد في تسجيل بحالات جديده 100 طالب يوميا، فنحن لنستوعب هدول الطلاب. فان شاء الله خلال العطله الانتصافيه نحن وعدنا اعاده تاهيل هذه المدارس وتامين الحد الادنى لمتطلبات هؤلاء الطلاب ان شاء الله. هناك اراده قويه من قبل اولياء الامور لتسجيل اولادهم واعادتهم للمدارس، هناك اراده قويه من قبل وزاره التربيه والتعليم، من قبل مديريه التربيه في حلب. شاهدنا الان مدارس فيها ما 700 طالب، وهناك مدرسه بلغ الطلاب فيها 1000 طالب، لكن هذه المدارس ما زالت محتاجه الى الخدمات، محتاجه الى الترميم، محتاجه الى توفير الكثير لهؤلاء الطلبه من المياه والكهرباء. بلغ عدد المدارس المفتتحه 18 مدرسه، تجاوز عدد طلاب 5000 طالب. اليوم نحن في مدرسه عمرو بن العاص بعد ما جلنا عدد من المدارس للاطمئنان على اطفالنا والوقوف على احتياجاتهم. بعد ما تطهرت هالمناطق، المناطق الشرقية، ودخل الجيش العربي السوري، تحررت المناطق وصارت الأولاد نفسيتهم أحلى وارتاحت نفسيتهم، وصرنا نعطيهم الأحرف الأبجدية ونلعبهم رياضة.